بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. أنا قائد العمليات العسكرية على جبهة الأشرفية التابعة للواء شهداء بدر. بعد تصعيد العمليات العسكرية من قبل ميليشيات حزب الله والبسيج الإيراني وكتاب البعث ومحاولتها المتكررة والفاشلة لاقتحام المناطق التي نسيطر عليها نحن الجيش الحر في كل من الأشرفية، الشيخ مقصود، بني زيد، بستان الباشا، الخالدية، نعلن نحن غرفة العمليات المشتركة لهذه الجبهات، وبعد تكرر الإصابات في صفوف المدنيين، أن المناطق المتواجد فيها ميليشيات حزب الله والبسيج الإيراني وكتاب البعث هي مناطق عسكرية ومستهدفة من قبلنا، وسنقوم بتصعيد عملياتنا العسكرية، وسنضرب بكل ما أوتينا من قوة، ونلتمس من المدنيين الخروج من هذه المناطق إلى مناطق أكثر أماناً، والله ولي التوفيق. تكبير، الله أكبر.